طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، معكم فاتن الزهرة بن صافي، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد على حسن الأداء للسلك الدبلوماسي، ويوجه السفراء إلى توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة خلال ترأسه جلسة عمل مع رؤساء البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى دول المشرق العربي وإيران. الحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومواصلة رفع التجميل تدريجيا عن مشاريع البنى التحتية التي تفوق نسبة إنجازها 50% ضمن نص مشروع قانون المالية لسنة 2022. توسيع دائرة التشريع إلى مساهمة مختلف الفاعلين من ذوي الخبرة لتطوير المنظومة القانونية ومواكبتها للتطورات الحالية خلال يوم دراسي حول دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون. ونتابع أيضا تأكيد على جهود واحترافية التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية لإنجاح الحملة الانتخابية. وعشية انطلاق عمليات التصويت للبدو الرحل استكمال الترتيبات لإنجاح الموعد على مستوى المناطق النائية. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية أمس جلسة عمل مع رؤساء للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دول في المشرق العربي وإيران، وركز الاجتماع على أهمية تمتين روابط الصلة التي تربط جاليتنا بالوطن ومضاعفة جهود التكفل بانشغالاتها. كما أكد السيد الرئيس على حسن الأداء للسلك الدبلوماسي بما يواكب الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية، موجها السادة السفراء بالسهر على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة. في النشاط البرلماني وفي جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل وحضرها عدد من الوزراء، رد الوزير والأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2022. أيمن بن عبد الرحمن أكد حرص الحكومة على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين التحصيل الضريبي، مشددا على ضرورة إعادة تصميم النظام الجبائي الوطني ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال. قد تم التركيز بالنسبة لسنة 2022 على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة تطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل ضمان الأساسيات المتمثلة في تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على عائدة المحروقات فيما يخص عائدة الدولة من العملة الصعبة، وإعادة توازنات الحسابات الخاصة للدولة في المدى المتوسط، إلى جانب ضمان استمرارية ديمومة الميزانية العمومية للدولة، فضلا عن الحفاظ على دعم الفئات المعوزة وعقلنة هذا الدعم بكيفية تضمن استباق واستبقاء المكاسب الاجتماعية التي نص عليها طبعا بيان أول نوفمبر، ونحن ملزمون جميعا بتطبيق هذا البيان واحترامه. أذكركم بأنه ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يخص الإصلاح الضريبي الشامل أنه يندرج ضمن إطار مسعى شامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة لدولة الجزائر ومواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ كما قلت على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية. إن دفع الضريبة على أساس
على عنصر يعتبر عنصر أساسي من عناصر المواطنة، بل هو العنصر الأساسي. والواقع أن الغش والتهرب الضريبيين قد بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة على الأقل بالنظر لاحتياجات التمويل للتكفل بتطلبات ميزانية الدولة. هذا وشهدت جلسة أمس مداخلات رؤسائي الكتل البرلمانية الثلاث بمجلس الأمة، حيث قدموا اقتراحاتهم للحكومة بشأن نص بنص مشروع قانون المالية لسنة 2022. المتابعة لهدى الوابع. ثمن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة اليوم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تصب في مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، مع الإبقاء على الدعم للفئات الهشة وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. فمناقشتنا لمشروع قانون المالية يمنحنا الفرصة لتناول الشأن الاقتصادي للبلاد بشكل أوسع مما ترسمه ملامح الميزانية المقترحة في هذا المشروع، وما إشادة صندوق النقد الدولي في إطار المادة الرابعة من نظامه الأساسي إلا دليل على جدية السلطات العليا في البلد في هذا المجال. أفق جديد يناسب التصور الجديد للسياسة الخارجية في الجزائر الجديدة في سلسلة الإصلاح والبناء التي تضمنها برنامج السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، تشمل هبة اقتصادية مماثلة تهدف إلى إقامة اقتصاد وطني قوي يعتمد على مصادر متنوعة للتخلص من التبعية النفطية التقليدية. ومن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022 والتي نثمنها ونباركها نحن في المجموعة البرلمانية لحزب التحرير الوطني، المحافظة على الطابع الاجتماعي للسياسة الوطنية، والجديد في هذا القانون هو توجيه الدعم للفئات التي تستحقه، مما سوف يسمح بتحقيق عدالة بين مختلف الفئات في المجتمع. هذا واعتبر المتدخلون أن وضع مثل هذه الآليات من شأنها ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة، بغية الاستدامة واستعادة توازن الحسابات العمومية والحفاظ على القدرة الشرائية تماشياً ومبدأ العدالة الاجتماعية. وفي النشاط البرلماني دائما، ترأس أمس رئيس مجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروعين قانونين، يتعلق الأول بقانون العقوبات فيما يخص الثاني مكافحة المضاربة غير المشروعة، حيث وردت على النص الأول 5 اقتراحات تعديل، بينما أدخلت على نص مشروع القانون الثاني 9 اقتراحات تعديل، وقد استوفت كلها الشروط القانونية وأحيلت على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها. برلمانيا دائما وبي المجلس الشعبي الوطني، شدد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد الطبي على أهمية مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، خلال رده على مداخلات النواب حول مشروع القانون في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضرها عن التلفزيون أحمد خير الدين. مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في صالح المواطن والفلاح، تعددت المصطلحات المتعلقة بالموضوع كالتخزين غير المبرر أو المصطنع والذي يراد به خلق الندرة وإحداث اضطرابات في التموين. فالمواطن عانى الكثير يعني في الماضي من التهاب الأسعار نتاج الفوضى العارمة التي تدور في السوق اليوم، فهذا القانون سيضع الحد للمضاربين ولأشباه التجار الذين يريدون أن يقتاتوا على جيوب المواطنين. ويقصد هذا المشروع بالضرب بيد من حديد بموجب القوانين التي تصل إلى حد العقوبة ب30 سنة فيما يخص المواد الجنائية، وذلك للأشخاص المضاربين والمعروف عنهم السماصرة والتجار الجشعين. هذا القانون جاء باه يدافع على المواطنين القدرة الشرائية تاعه، ومن في نفس الوقت باه يحارب الفساد والمفسدين، الناس اللي راهم قاعدين يديروا في بلبلة في وسط المجتمع الجزائري.
صياغة قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تمت بالتنسيق مع وزارة التجارة لقطع الطريق أمام المتربصين بقوت المواطن وتجار الأزمات. هكذا كان رد وزير العدل حافظ الأختام على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني. التخزين الغير المبرر، التخزين المفتعل الذي يحدث ندرة وبهدف خلق ندرة أو اضطراب في التموين، وقلنا خفض أو رفع مصطنع أيضا في الأسعار يؤدي أيضا إلى اضطراب في السوق. هذا هما العنصرين الرئيسيين تاع المضاربة غير المشروعة. محاربة المضاربة غير المشروعة سيحفظ القدرة الشرائية للمواطن ويحمي الفلاح من جشع المضاربين. في التعاون وبصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، حل مساء أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطل عمامرة ببرازافيل عاصمة جمهورية كونغو في زيارة عمل. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار برازافيل وزير الدولة فلوغان ناتسيبا رئيس ديوان رئاسة جمهورية الكونغو. وتندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة على الصعيد القاري، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعمل لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والتي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسونغيسو. بالمدرسة العليا للقضاة أشرف أمس وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على افتتاح يوم دراسي حول دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، وهذا بحضور رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بعلام بعلام ووسيط الجمهورية إبراهيم الراد وقضاة وقانونيين. وعن التلفزيون دلال بالطبع. في عالم متغير متطور لم يعد المشرع وحده ينفرد بالتشريع. الاجتهاد القضائي يعطي القاعدة القانونية روحا، يتخذ من خلالها القضاة القرار بما يمكنها أن تصبح اعتمادا قارا، وهذا بتوسيع دائرة التشاور مع مختلف المختصين وذوي الخبرات. إن هذا اليوم الدراسي يشكل ثمرة أخرى من ثمار اتفاقية التعاون العلمي بين الجامعة الجزائرية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، ويجسد ما كنا نحث عليه قضاتنا من ضرورة الاحتكاك بالأسرة الجامعية والحرص على تعزيز أواصر التعاون معها ضمانا لتكوينهم المتواصل وتحسين مداركهم العلمية من أجل ضمان قضاء نوعي ومؤهل لمواجهة التحديات التي تفرضها نوعية القضايا المعقدة التي صارت تطرح عليهم. كان لزاما على المشرع توسيع رقعة لجوئه إلى الفقه القانوني وذوي الخبرات في جميع مجالات القانون والاجتهادات المكرسة قضاء. نخبة من القضاة والأساتذة والخبراء ومساعدي العدالة قدموا تصوراتهم للأساليب العملية والعلمية ليكون الاجتهاد القضائي ناجعاً. للفقه الجزائري، الفقه القانوني الجزائري دور في تطوير القانون، يعني يساعد المشرع عند وضعه للقاعدة القانونية من خلال يعني تفحص النظريات التي وصلت يعني التي وكبت التطور القانون وتطبيقاته. النزاعات أصبحت لها خصوصيات وأصبحت دقيقة في موضوعها وفي مطالب المتقاضين، وأصبحت تستلزم اطلاع القاضي على مستجدات التكنولوجيات الحديثة وعلى مستجدات التقنيات المستعملة أو البحوث المنشأة في جميع الميادين، خاصة التجارية والاقتصادية وتكنولوجيات الإعلام. وأكثر من تخطيه للثغرات القانونية يسرع الاجتهاد القضائي في الفصل في القضايا الشائكة، خاصة مع الرهانات القائمة.
وتحسبا لمحليات 27 نوفمبر وفي آخر يوم من الحملة الانتخابية، اطلع أمس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي رفقة وزير الاتصال محمد بسليماني والمدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان نكيل والمدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي، اطلعوا على سيرورة العمل باستوديوهات التسجيل السمعي البصري المخصصة للتعبير الحر. وبالمناسبة أثنى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزير الاتصال أثنيا على جهود واحترافية التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية لإنجاح الحملة الانتخابية. المتابعة لحمزة أحمد بالقسام. ضمانا لخدمة عمومية نوعية وعادلة إزاء المترشحين والمواطنين خلال الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر 2021، التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية التزمتا بخدمة عمومية نوعية اتسمت باحترافية عالية والوعي من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. بفضل المجهود اللي قدمته الأسرة الإعلامية والتلفزيون والإذاعات الوطنية، الحملة الانتخابية في حد ذاتها عرفت حيوية خاصة، ليس فقط بمجرد يعني التزام ودرجة التنافس بين المتنافسين، لكن هذه التواجد المستمر طيلة اليوم كامل، وين يروح للمواطن المشاهد يلقى يعني المترشح من المترشحين راه يخاطب فيه، يلقى نشاط من هذه بفضل التجنيد نتاعكم، بفضل تجنيد التلفزيون الوطني والإذاعة الوطنية، هذه تحسبها لكم الجزائر إن شاء الله، فالله ربما مش في مستوى الرمزية نتاع بداية الاستقلال لما رفعتم الأسلاف رفعوا العالم، لكن هذا أول اقتراح حقيقة لتسيطر عليه الأسرة الإعلامية بكل ما يقتضيه من واجبات إزاء المشاهدين. بالمناسبة هذه نشكركم كلكم، كل عمال إذاعة تلفزيون كل قطاع اللي كانوا احنا تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اللي هي على كل حال اللي هي المنظمة، هي اللي تنظم، هي اللي تشرف على كل الانتخابات، وإحنا توعنا ما كنا إلا سند للسلطة الوطنية المستقلة. أنا الحاجة اللي فرحتني هي الاحترافية اللي عملوا بها العمال الإذاعة والتلفزيون والوعي اللي اتسمت به العائلة الأسرة الإعلامية، هذا أهم شيء، وهذا خلنا متفائلين في المستقبل لرفع تحديات أخرى. التلفزيون الجزائري المرافق لكافة الأحداث الوطنية الهامة سخر كل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح الحملة الانتخابية، كما يعمل على ضمان تغطية شاملة ومباشرة لعملية التصويت يوم الاقتراع. هذا ويشرع اليوم مواطنون من البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات الجنوب في الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية البلدية والولائية. وعشية الموعد الانتخابي انطلقت المكاتب المتنقلة المخصصة لعملية الاقتراع من ولايات الجنوب نحو المناطق النائية. دليل النين إيات. وسط ظروف تنظيمية محكمة تم تجهيز قافلة المكاتب المتنقلة بولاية إليزي نحو المناطق النائية حتى يتمكن السكان من أداء واجبهم الانتخابي. الحمد لله اليوم رانا هزينا كامل الماتريال، وغدوة السلطة المستقلة راهي موفرة علينا كلش، إن شاء الله احنا نتمناو يفوت هذا العرس الانتخابي وإن شاء الله على أكمل وجه إن شاء الله. وبإين قزام انطلقت قافلة المكاتب المتنقلة نحو بلديتي تينزا وتين وإين قزام لتمكين البدو الرحل وسكان المناطق النائية من أداء واجبهم الانتخابي. تقريبا يحتوي على مستلزمات المكتب الذي من خلالها يقوم رئيس المكتب بأخذها من مكان التنظيم إلى مكتب التصويت مع احترام بروتوكول الصحي لكل مكتب. ونحو المناطق الحدودية والبدو الرحل بولاية جانيت انطلقت قافلة أخرى للمكاتب المتنقلة وسط ظروف تنظيمية محكمة.
الهيئة الناخبة في هذه المناطق هي 11601 يؤطرها 118 مؤطر متوزعين على 18 مكتب. عندنا 4 مكاتب بمنطقة تادانت ومكتبين بمنطقة تورسد وبقية المكاتب بمنطقة تينلكم. وبولاية تندوف توجهت 10 مكاتب متنقلة نحو بدو الرحل وسكان المناطق النائية. تمت اليوم انطلاقة المكاتب 9 الباقية. في الأمس كان انطلاقة المكتب اللي راح لشينيشان أبعد نقطة في الولاية، واليوم 9 الآخرين اللي ينتشروا عبر تراب الولاية ليمسوا كافة البدو الرحل المتواجدين في هذه المناطق للسماح لمواطنينا الأداء بواجبهم الدستوري والواجب الوطني. المكاتب هذه ستتنقل عبر تراب الولاية حيث يتواجد البدو الرحل لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجالس البلدية والولائية، ولتمكين جميع المواطنين دون استثناء من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف مثلى سيتم منح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الأجر بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم السبت القادم لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الإدارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم والساعة، وذلك حسب ما أفاد به بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. الآن نمر إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث سجلت 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 وأربع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 119 مريضا للشفاء حسب وزارة أو بيان لوزارة الصحة. في أحوال الطقس، أمطار غزيرة ستشهدها ولايات من الوطن ابتداء من الساعة 9 من ليلة أمس حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، وتخص النشرية ولايات الجزائر العاصمة طبازة ومرداس البليدة نمدية سيدي بلعباس تسمسيلت غليزان تيزي وزو شلف مستغانم عين الدفلة تلمسان تيارت سعيدة لبيرة معسكر عين تيموشنت ووهران. وتمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية فجر اليوم الأربعاء، حيث تقدر كميات الأمطار المرتقبة 40 ملم محليا. دوليا، وفي الشأن الصحراوي، دانت الندوات والسياسات التحضيرية للمؤتمر 9 لاتحاد العمال بولاية أسرد المنعقدة أمس ما يعانيه عمال صحراويون تحت الاحتلال من سياسات التهميش الممنهجة والإقصاء، وتطرق المشاركون إلى أهمية النضال النقابي ودوره في معركتي البناء والتحرير. ميدانيا، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وأم أدريكا. وفي جديد الأوضاع بالمملكة المغربية، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إلى وقفة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط للتعبير عن رفضهم لزيارة وزير الدفاع الصهيوني جزار غزة بالمغرب للمغرب. وعبرت الجبهة عن رفض كل مكوناتها لزيارة بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط يومي الأربعاء والخميس في إطار مخطط التطبيع المستمر، داعية كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للسياسة التطبيعية وكافة المناضلين وعموم المواطنين إلى التعبير الشعبي عن رفض استقبال جزار غزة بالمملكة من خلال المشاركة القوية في الوقفة. الاستحقاق الانتخابي الليبي دخل مرحلة الاختبار النهائي في ظل مؤشرات داخلية وخارجية متباينة، ليبقى مصير ليبيا معلق بأيدي أبنائها والشرفاء من محيطها القريب والبعيد. مريم ثابت أحمد. آمال ليبيا للخروج من أزمتها تتأرجح بين إرادة الداخل ومساعدة الخارج. داخل بجميع مكوناته ورغم خلافاته مصر على تجاوز المرحلة القاتمة إلى بر الأمان. مبدئيا نقولوا على الأقل إنجاز، على الأقل هو يعني هذه بداية
تأسيس دولة ولاستقرار وللديمقراطية. والله تجربة جديدة وتكاد تكون يعني فريدة في ليبيا. أما خارج ليبيا فحساباته قد لا تتناغم دائما مع المكون الليبي لحل الأزمة بحجة أو بأخرى. الأسماء القديمة مفروض أنهم ما يترشحوش، قصدي 10 سنين ما لنا شيء منهم، يعطوا فرصة للناس الجديدة، والناس الجديدة مش معروفة. بالنسبة للمرشحين ما فيش لتو كل واحد، ما فيش لتو كل واحد أعطانا الرؤية متاعه. لما كل واحد يعطيك الرؤية متاعه هذا كتاو تعرف من هو الأجدر. قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا وبشكل مفاجئ يستقيل بعد أقل من عام على تعيينه دون تقديم مبرر. ومجلس الأمن الدولي عقد أمس جلسة استمع فيها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وأخرى سيعقدها اليوم لإحاطة بعثة الأمم للدعم لدى ليبيا. بعد ساعات من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية تتسارع الأحداث، ويبقى السيد فيها الشعب الليبي المصر على تجاوز عقد من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي وبطريقة ديمقراطية حضارية. وفي ليبيا دائما أعلنت اللجنة العسكرية والمشتركة 5+5 أمس عن انطلاق اجتماع جديد بتونس العاصمة لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وفق ما ذكرته اللجنة على صفحتها الرسمية. وفي مالي أعلن أمس في باماكو عن أعلن عن تأجيل انعقاد المشاورات السياسية الوطنية والذي كان مقررا في الفترة من 22 نوفمبر إلى 26 ديسمبر إلى تاريخ لاحق. وقررت السلطات المالية عقد هذا المؤتمر بمشاركة واسعة لمختلف القوى السياسية والمدنية في البلاد من أجل بحث سبل الإصلاحات السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية قبل المضي نحو تنظيم انتخابات عامة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. أما الآن نتابع أخبار دولية أخرى تأتيكم مختصرة مع يونس مسلكة. لقي 46 شخصا مصرعهم بينهم أطفال في حادث سير تعرضت له حافلة غرب بلغاريا، كما تم إنقاذ 7 مصابين نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى للطوارئ في العاصمة صوفيا. هذا وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وملابسته. أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض من مركز إطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد، ودخل القمر المدار المخطط له بنجاح، أين سيحسن رصد حالات الطوارئ في البيئة الطبيعية البرية والبحرية، وسيخدم مجالات الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها. أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى ما يقارب 259 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم 5,200,000 وفاة، تتصدرها الولايات المتحدة بتسجيلها أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، تليها الهند والبرازيل. ونختم النشرة بهذه الوقفة مع أثرات المادي، حيث يتنوع لباسها التقليدي الجزائري من منطقة إلى أخرى وتلتقي كلها عند البرنوس. البرنوس هندام للسترة وللوجاهة ورمز للأصالة والشهامة. عمي زيتوني من ولاية غليزان قضى عقودا يحيك البرنوس وينسج بمتانة خيوط الهوية والتراث، تقول مليكة خليفة. الشيخ زيتوني الذي ينحدر من بلدية سمورة يتفنن في حياكة البرنوس والجلابة الغليزانية. هذه الحرفة كنت تعلمتها مول 11 عام في الجامعة، كنت نقرأ في الجامعة وتعلمتها مول 11 عام، وما زال راني معها اليوم، وحتى يعني ما زال راني نخدم فيها اليوم، راني ما زال معها عندي 85. هو في أواخر العقد الثامن لكن ما يزال شغوفاً بحرفته.
هذا هو البرنوس الغليزاني. يعني البرنوس الغليزاني ولا نتاع السوق ولا نتاع الجلفة هما يزيدوا شويه هنا في الخناق برك هذا السوق، حنا ما يبغوش هنا. هذا هما في صاله واحده خدمه واحده. في بيت الشيخ زيتوني الكل معني بصناعه البرنوس من كبيرهم الى صغيرهم. احنا بغينا نتعلموها هذه، خاص الدراري الصغار ما بغاش يتعلموها، احنا بغينا نتعلموها. دوك الحاج الى راح لنا الحاج صافي الحرفة هذه راحت، لازم فينا واحد يقضبها. خياطة اليد مع تاع الماشينة مش كيف كيف، خياطة اليد تجي متقونة. كنا قاعدة مع جدي نحب نتعلم نخدم البرنوس. أودي أنا جات متعلمة وزت أنا علمتها. علمتها أنا ومازالها تخدم معايا، مازال أنا تخدم معايا عندها فايت أنا واحد 3 سنين هكا، واحد 80 عام. تقول العائلة أن العمل يتطلب الكثير من الصبر، لكن حبهم للحرفة ولهذا الزي التقليدي هو الدافع لهم. الأولى كانت بسيف، ومن بعد دروك صعيد والفناها هذه المهنة هذه، نخدموا الملف، نخدموا كتان روبر، كل الأمور اللي كاين اللي يبغي يصنع جلابها، كاين اللي يبغي يصنع النوعية على حساب الطالب. هذا الزي التقليدي المصنوع يدويا أصبح مع مرور الوقت رمزا لمعظم الجزائريين وصورة ثقافية جميلة تمثل عمق الجزائر. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء، تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل التقني والتحرير، أسعد بلقائكم غدا بحول الله، ليلة هادئة.